قول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا إلى آخره عند الخروج من البيت إلى المسجد. بعض طلاب العلم في هذا العصر وللأسف نسب بهذا الحديث نسفا فقال إن هذا الحديث لم يرد في الخروج من البيت إلى المسجد، وهذا ليس بصحيح. لما؟ لأن الواجب على طالب العلم أن ينظر إلى الحديث في أصوله التي وردت فيه، فورد عند البخاري وعند مسلم وعند أبي داود وعند النسائي وعند أبي عوانة، ولذا فلا ينسف بمثل هذه الأحاديث نسفا من جراء قراءة محصورة لدى الشخص لقول أحد العلماء ثم إذا به يبني عليه. ولذا فإن هذا الحديث ورد فيه روايات متعددة، ولذا العلماء منهم من خصصه بالسجود، ومنهم من خصصه بعد الفراغ من صلاة الليل، ومنهم من خصصه للخروج إلى صلاة الفجر فقط، ومنهم من جعله عاما في جميع الصلوات، لا إشكال في ذلك. لكن لا تأتي إلى مثل هذه الأحاديث ثم تحصر هذه الأحاديث في رأي عالم سابق وله قدره ومكانته، وإذا بك تعطي طالب العلم وتعطي الناس على أن هذا الحديث لا يصح إلا في هذا الموضوع، هذا فيه نقص في تبليغ العلم، لأن ما تراه هو الذي ترى أنه يتعين على الناس أن يأخذوا به، وليس بصحيح. وإنما عليك أن تذكر ما ذكره العلماء والأئمة السابقون والمتأخرون، ثم إذا رجحت فلترجح، هذا شيء يعود إليك. لكن أن تحصر هذا الحديث في رأي عالم سابق ثم إذا بك تقول لا يصح، بل إن بعضهم قال لا يصح دعاء أو ذكر في الخروج من البيت إلى المسجد، هذا فيه جناية على النصوص الشرعية. ولا أدري هؤلاء كيف فهموا الأحاديث، الأحاديث لها فقهها في الأسانيد وفي المتون، ولم نعهد هذا عند علماء الحديث لا السابقين ولا المتقدمين ولا المتأخرين ولا المعاصرين.